ألو، خالف الدون. أنا عاصم. عاصم؟ عاصم، كلنا عم ندور عليك، وينك أنت؟ خالف الدون، أنا ما رح أجي. عاصم، أنت وينك؟ بترجاك احكي. أنا منيح. أنا ما رح أرجع. خلي أبي ينبسط. قولي لأمي إن ما تخاف علي، أنا بحبها كتير. عاصم، عاصم، قديش بدك؟ ما بدي شيء. خذ، خلي الباقي. ألو. ألو، هذا الرقم بأي مكان؟ اختي، بمين عم تتصلي؟ شوف، قبل شوي حكى ولد من هالرقم، لسه هو عندك؟ وين انت؟ انا بأضنا. بأضنا؟ ايه بأضنا. ماشي، معلش تعطيني العنوان؟ بس دقيقة. ايه انا معك. ألو أمينة؟ قبل شوي اتصل عاصم. هو بأضنا. أنا رح لاقيه، ماشي؟ لا تخافي. فتون، جيبي لي ابني بترجعكي. ماشي أمينة، ماشي. يا الله تحفظ لي ابني من الأذى يا رب. قلي لي نبال، في شي؟ ما في شي. شو خير تسنيم؟ راح تتبرع بالدم. في شي أخبار عن عاصم؟ لا تقلقي، راح نلاقيه. الشرطة والأمن كلهم خبرتهم، والكل عم يدوروا. الله أعلم مين داعي عليها. تسنيم، خلينا نطلع لبرا. طلعي فيني تسنيم، خلاقي براس مناخيري. لك انت شو عم تحكي قدام نبال يا بنت؟ لسانك ما عاد تعرفي الطبي ابدا. والله انك بتستاهل كل شي عم يصير فيك. يعني انت بلشت تتحاسب على افعالك، ما هيك يا قاسم؟ إن شاء الله يلي حكيته يكون صح. قاسم ما بيحكي كلام فاضي. يا خانم قدرية، خانم وصلت. تفضلي. الزريعة بتكون حساسة، ما هيك يا أختي؟ طلعي عليهم، عم بعتني فيهم وحاططهم بالشمس، بس هنن بسرعة بيدبلوا. ما خليت شي مشان يعيشوا، حطيت لهم فيتامين وسألت رفقاتي بالضيعة، عملت لهم كل شي وصرفت عليهم، بس عبس. شو ما عملت ما نفع. إذا ما بدهم يتمسكوا بالحياة ما بتقدري تمنعيهم. شو بدك يا فكرية؟ ليش خليتيني إجي؟ بشو بدنا نحكي؟ أكيد ما بعدت وراكي لنحكي بالزريعة.
شاي؟ لساتك بتحبيه تقيل؟ لساتك هيك بتشربي؟ قدرية تفضلي اقعدي، نحن صار لنا زمان ما التقينا وعنا حكي كتير، اقعدي لو سمحتي. معناتها منقدر نحكي من دون ما نتخانق؟ ايه منقدر. ها هاي بلال. بلال شو لقيته عاصم؟ لا بلال، انا طلعت لجيب عينات دم وعم دور يمين وشمال وعم باخذ من الكل. بلال انا لقيت عاصم، يعني تقريبا لقيته. وين لقيتي؟ هو طلع بأضنة. فتون خانم؟ عن جد عم تحكي؟ يلا خدنا على أضنة بسرعة. بس عدنان آغا قال لي أنا ما فيني. يلا يا أولاد بسرعة. فتون خانم، يا الله فتون خانم، شو هالعدل عندك بتضلي تسرقي سيارات؟ قالوا خير فتون؟ أنت لساتك بأضنة؟ إيه ماشي. عاصم هنيك، أنا بدي أعطيك عنوان وهنيك منلتقي. ماشي ماشي ماشي. كل هالسنين ما كتبت سطر واحد بمكتوب، ولا سلام ولا حتى خبر انك منيحة. انت صرتي من المفقودين فكرية. انت رحتي وتركتينا مع عار كتير كبير. أنا بقيت شهور ما أقدر أرفع راسي من الأرض. كنت غضبانة عليكي من قلبي، كنت وين ما دعست بدي كسر الأرض. بس آخر مرة أنا دعست وبقوة جوات قلبي يا فكرية من دون ما أعرف، وبعدين غضبي بلش يخف. بس في شي تاني انزرع جوات قلبي وكبر، الشوق. انتي تركتيني مشتاقة لأختي. لا جيتي لما ماتت خيرية، ولا صار لك خبر بولادة ملك. أنا ناديت لك لنحكي. تاري انتي عندك حكي أكتر مني. صحيح، لأنه انتي رحتي وأنا بقيت، ويلي بيبقى بيجمع كلام أكتر من يلي راح. نحن عنا إلك ثلاث صور بس، واحدة لما رحتي على المدرسة، وواحدة كنتي رايحة على حفل المساء، وواحدة وأنا عروس. هالصور الثلاثة أنا قصيتك منهم أقل شي 10 مرات، وبعدين أرجع لزقك مرة تانية. كل مرة بقصك وبطالعك من قلبي وبرجع بلزقك مرة تانية، وبالأخير اهتروا الصور. ليش اجيتي يا فكرية؟ لشو اجيتي؟ ما عاد تلزمي، مانك شايفة؟ أختي بدي رجع لك هاد. تذكرتي؟ انتي هديتيني اياه، كنت مشط شعري فيه. مو عم تسأليني ليش رجعتي؟ اجيت حتى رجع لك اياه، بس مشان هيك. اذا ما بقي له قيمة ليش رجعتي؟ رميه بزبالة.
كل مرة نحن بنجي فيها لهون مشان انتي ترتاحي، بس كأنك مو مرتاحة. شو بيعرفني؟ في أخبار عن عاصم شي؟ أكيد رح نلاقي عاصم ورح يطيب ابنه لعدنان، انتي لا تخافي. إن شاء الله. انت شو كنت بدك تقلي؟ أنا اعترفت لك بشغلات كتير خاصة وما اعترفتها حتى لحالي. ليك لؤي، وأنا كمان قلت لك إني بحبك، وهذا ما نو سهل بالنسبة لي. بس خلص أنا ما رح أسكت نارين، ما بدي استنى، بدي أسمع صوت قلبي وبس. يعني إذا أنت بدك تبقي معي لازم تكوني واضحة أكتر. لو ما حطيتي هالخاتم بإيدك ما كنت تجرأت وحكيت، بس هلأ صار دوري، أو الأصح صار دورنا هلأ. نعم فتون خانم. ما شفته من أي جهة راح؟ راح من هون ومشي دغري. أنت متأكد؟ ما شفته منيح، بس راح من هاي الجهة. أختي شوفي، أنا لازم أقوم شوف الولد. بس قال الدكتور ما بيصير تقومي. ما عم أقدر، بدي أقوم شوفه يا ملك. ماشي إذا هيك أنا رح أجي معك. لا ملك، عائشة بتاخدني، أنتي ابقي هون. ماما بهالبلد الكبيرة كيف بدنا نلاقي العاصم؟ شو رأيكم نفترق وندور؟ يا ريت كان عنا صورة إلو. أنا عندي. طيب منيح، بعتلنا إياها كلنا. أنا ضغطت عليك يا نارين، حكيت هذا الشي بكير، بس ما بظن إنه بكير. Thank you.
هلأ هي هي كل الشغلة؟ لك حاجة تحكي بهالشغلة؟ بكفي اللي عرفتيه. لا تنسى شو صار هديك المرة. طيب انت بعد ما تسكر حساباتك بدك تقلها للمرأة؟ بدك تقلها انا بحبك؟ اي مرة؟ هاي المرة يلي قلت انه عيونها ما بتكذب. بجوز إلها. منيح. طيب وإذا هي ما بتحبني بصير إلا كمان؟ إلا يعني قولتك هيك أحسن؟ إيه أحسن. ابني أنا حاولت أقتلك وما قدرت، ومنيح ما قدرت، وهلأ إذا قالوا لي مشان تعيش بدك روحي أنا بعطيك إياها، بس أنت محتاج لأختك أكتر مني. قالوا إذا عنده أخ بطيب بدي أقول لعائشة أختك رح تنقذك يا ابني. أيوة نبال. فتون بترجاكي انصحيني، الكاسة الكبيرة بتطلع ناقصة والكاسة الصغيرة ما بتسع. ما فهمت عليك نبال. فتون أنا يمكن أقول لعائشة كل شي، شو رأيك أنتي؟ ما بعرف شو بدي أعمل. نبال أنتي بتعرفي الأصح. في إحساس جواتي هيك عم يقول لي يا فتون، شفت هالشي بمنام، وهلأ ابني اللي بالحاضنة عم يقول لي قولي لكل شي مشان أطلع أنا كمان. آه يا فتون، كأنه كل شي متعلق ببعضه ونحن ما لنا عرفانين. بجوز صح وبجوز لا، ما منعرف. شوفي نبال، مثل ما قلت لك، أنت شو بتشوفي صح عملي ولا تطلعي لورا. شكرا لك يا فتون. ماشي يلا أنا بدي سكر. بجوز دم أختك ينقذك يا ابني. إن شاء الله. تفضلي أختي. أنتي ليش ما طلبتيها على غرفتك؟ ولا ما عرفت كيف بدي فوتها لهون؟ أول ما تشوفيه بتتغير مشاعرك. أنا فكرت ما رح حبه لأنه ابنه لعدنان، حتى لو كان ابن أختي، بس طبعاً أول ما شفته تغير كل شي، وهلأ إذا ما شفته كم ساعة بشتاق له. وإنتي خلقتي هيك قدك، كنتي قد الكف. ما بصدق وقتها ما قدرت أمسكك وما كنت أشبع منك قد ما بستك. أنا كنت هيك بشعة مثله؟ انتي كنتي سودة كتير، وبعدين صرتي مثل فلقة القمر، ضويتي على حياتي وعلى كل شي. عائشة انا بدي اقلك على شغلة. دينا يلا على الأكل. الأكل بيتاكل على الطاولة. معك مستحيل.
دينا قعدي على الطاولة. لا تتحركشني، روح تحركشي اللي جبت لها الخاتم. هي الطاولة لكل العيلة، هي الطاولة حتى ناكل كلنا عليها. عم تفهمي شو عمل لك؟ نزار لا تتدخل. شو أيهدا؟ قلت لك لا تتدخل. وانت تعي معي لشوف. ما في شي جديد، بس بدي أعطيك معلومات عن الوضع. كل يلي أخذنا منن عينات دم ما اتطابقت معه للأسف. قلت عنده أخ؟ ضروري إنك تجيب أخوه بأسرى وقت لهون. بتمنى تعرف خطورة الوضع، كل دقيقة عم تمرق إلها قيمة عنا، ولازم ناخد بعين الاعتبار إنه ابنك ولد بكير. جسم الولد الصغير صعب كتير يقاوم، حتى الكبار صعب عليهم هالشي. حياة ابنك متعلقة بابنك التاني، متعلقة بعاصم. عائشة أختي ما تحكي، رح تشغلتي لي بالي. أنا بعرف إنه ما لازم إلك هالشي يا عائشة، لأنه لما رح تسمعي رح تكرهيني، بس تأكدي إذا سكتت لهلأ سكتت كرمالك. أنت كتير عم تخوفيني، شو بدك تقولي يا أختي؟ عائشة أنا ما بكون أختك. أنا أمك. أنتي بتكوني بنتي يا عائشة. عاصم؟ 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 ما رح أقعد معك على الطاولة، لا تعذب حالك، ما رح أقعد معك لو شو ما عملت. لا مو على كيفك. هيك كنت تعمل بأمي. بدي روح على غرفتي. لا دينا بدنا نحكي. قلت لك ما رح تروحي لأي مكان قبل ما نحكي. شو بدك تضربني؟ ولا بدك تقتلني؟ طبعا انت بتعملها. يلي عملته بأمي بتعمله فيني. انت سبب موتها. أنا قتلت أمك؟ ماشي. طيب احكي لي لشوف كيف قتلتها. لأنه أنت تجاهلتها وما اهتميت فيها وما اتصلت فيها ولا سألت. طيب طيب فكرتي شي مرة أبوكي شو عانى؟ خطر لك تسألي شو اللي عاشه أبوكي حتى وصل لهالمرحلة؟ أنت اخترتي أنه تصدقي كل شي حكت لك يا أمك. خلاص أنت كبرتي ووصلتي للجامعة وعقلك بيستوعب كل شيء يا دينا. وهلا بدي اسألك، هي عانت من هالقصص؟ انت فكرتي وقلتي ليش صار هالمشاكل؟ ما فكرتي، ما فكرتي لأنه اخترتي الطريق الأسهل يا دينا، وبدون ما تسمعي أبوكي اخترتي تكرهيه بدون ما تسمعي منه كلمة. شو ما عشت مع أمي ما بيهمني، انت تركتني لإلي. أنا يلي تركتك؟ أنا ما تركتك يا دينا. أنت ما بتتذكري كم مرة أجيت لعنكم بس كرمال شوفك وأطلع عليكي. قلت لها لأمك بجوز نحن اتطلقنا، بس هي بنتي
ومن حقي إني شوفها كمان، بس هي دائماً كانت تهربك. لما كانت تعرف إني جيت كان عندها حجج جاهزة وما تخليني شوفك يا دينا. طبعاً أنت ما بتعرفي أبداً وهي ما حكت لك هالشغلات. برأيك أنا شو ممكن أعمل؟ طيب إذا أجيت وأخذتك غصباً عن أمك بكون أب منيح؟ قولي. إذا هيك ليش تركت أمي؟ دينا عمرك 19 سنة ولازم تعرفي إنه الناس بيتزوجوا إذا ما اتفقوا بيفترقوا وهذا طبيعي. فهمي هذا الشيء. صحيح ممكن نفترق بس الآباء والأمهات ما بيطلقوا أولادهم أبداً يا دينا. أمك لأنه ما بحبها عاقبتني بأكبر عقاب بحياتي إنه حرمتني منك. أنت ما حبيت أمي بس حبيت هديك المرة. إيه نعم بحبها لهديك المرة. من يوم ما وعيت على الدنيا كنت بحبها لنارين ورح ضل حبها طول عمري. بس يلي بتعرفي أنت غلط يا دينا ويلي حكت لك إياه أمك كله غلط. لما تزوجت أمك وجبتها لهون كانت بتعرف كل شي عني. ما بدي اسمع. دينا بدك تسمعي. ما دام سألتي بدك تسمعي. عائشة يعني كيف مستحيل يكون هالشي؟ مستحيل. أمي ماتت بالزلزال. ماتت بالزلزال. إذا أنت عم تحكي هيك من المخدر. من المخدر. مستحيل. لأنه هالشي مستحيل يصير أبدا. مستحيل يكون هالشي. ما في هيك شي. مستحيل. عائشة. عائشة. لا لا مستحيل هالشي. عائشة. مستحيل هالشي. لا عائشة. خفنا عليك كتير يا عاصم. عن جد خفنا عليك عاصم. اوعى تعملها مرة تانية. انتو خفتوا علي انا؟ انت مجنون؟ طبعا خفنا عليك. حتى هالشرسة خافت. مين هالشرسة ولا؟ أنت طبعاً. معنك هيك؟ يعني بس شوي. شوية؟ يعني بس شوي صغيرة. لا فتون. أمينة لقينا العاصي. الحمد لله. ألف حمد وشكر لك يا ربي. شو أمينة؟ احكي أمينة. شوفي مرت عمي؟ لا ويا مرت عمي. فتون مو انت اللي رجعتي لي اياها لابني؟ ان شاء الله يا رب تعيشي نفس فرحتي. ما بدك تقول لأمك أنا بحبك؟ أمي أنا بحبك. أنا آسف. ابني وأنا كمان بحبك كتير يا روح قلبي أنت. أمي نحن جايين. عاصم أنا آسف يا أخي. الإخوات ما بيزعلوا من بعضهم ما هيك؟ وبيكونوا مع بعضهم بأصعب الأوقات.
شوفي يا بنتي، قبل ما أتزوج كانت أمي مريضة وكانت عم تموت، وشافتها لأمك وأصرت قبل ما تموت أنه تشوفني رجال متزوج. قلت لها ما بدي، وقلت لها بحب واحدة تانية بس ما اقتنعت، وقلت لأمك أكتر من مرة أنا مستحيل يكون فيي خير لإلك ولا يمكن نكون لبعض، ومع أنه بتعرف كل هذا الشيء ما ردت علي وقالت لي أنا بحبك وشو ما كان يكون بدي أبقى معك. وستك بوقتها قالت لي إذا ما تزوجت هالبنت أنا ما رح سامحك أبدا. أنا ما تحملت. أنت بتعرفي يا دينا أنا قديش حاربتهم مشان ما يتم هذا الزواج؟ أنت بتعرفي قديش تعذبتوا لسنين طويلة؟ بتعرفي قديش قاومت يا دينا؟ رحت لجيبك لعندي بعد ما ماتت أمك، عمتك ما وافقت وقالت لي إنه حياتك هنيك مو هون أبدا. إذا أنا مذنب يا دينا، إذا أنا مذنب لأنه عشت هيك حياة خليكي عم تتهميني، فهمتي؟ حبيت بحياتي بنتين وبس، واحدة منهم بتكون نارين والبنت الثانية حتى لو ضلت تكرهني بتكون بنتي. أنا حبيت بنتي كتير ورح موت وضل حبها التنتين، رح عيش لآخر حياتي وأنا حبها التنتين وبس وموت وأنا بحبهم. هذا ما بيغيروا حدا ولا بيغيروا شي تاني أبدا، حتى أنتي شو ما عملتي عملي بس أنا رح أبقى أحبك يا دينا. أنت إذا بدك أو ما بدك أنا أبوكي. وأنت بنتي حبيبتي. أنا كتير بكرهك. لازم تعرف أني بكرهك. ما رح أحبك. ما رح أحبك. إذا حبيتك ماما شو بيصير فيها؟ في أخبار عن عاصم؟ إيه لقوه. وليش ما خبرتوني؟ أنت بدك الدم ونقي العظام، بس اللي لقيناه هو ابني، لهيك نسينا نخبرك انه نلاقوه. هلا وينه؟ قالوا جايين على الطريق. لقوا عاصم نارين. الحمد لله يا ربي، يهنيك بسلامته يا أمينة. الله يسلمك يا نارين، شكرا. يعني قدروا ينقصوا ابنه لعدنان. كتير حلو هلأ الكل بده يعانق ابنه يلي رح يرجع له، مو هيك؟ مين ما فتح جروحنا يفتحها، وقد ما خلاها تنزف تنزف، بس كل الجراح دواها الأخوة. مو بس الأخ يلي ولد من نفس الأب والأم، اللي بتحسه أخوك بيكون أخوك. كرمال أخوتك شو ممكن تعمل؟ تسكت حتى لو قلبك عم ينزف. وإذا لزم الأمر بتعطيه روحك، بس بكفي يكون هو منيح، بكفي يكون هو سعيد. ألو دكتور، أنا رح جيب أخوه لأبني، أنتو جهزوا حالكم. رح جيب الدواء لأبني. أخوه بده ينقذه يا دكتور، عم تسمعني؟ يلا. أبوك جنبك يا ابني، بس استنى شوي رح جيب لك الدواء. بلال بدي أطلب منك طلب مشان جواد. جواد منيح؟ معنو منيح عاصم، بس رح يتحسن.
بعتقد إنه جواد بحاجة لأخ كبير، يعني حدا يتفاهم معه بلغة الرجال ويكون أخوه كمان. يمكن نحن ثلاث بنات ما نجحنا، حتى لو كنا أخواته وأمه بجوز أنت. خلاص أنا بحكي معه. دخيلك أنت لا تتدخل، أمي هلأ هذا بيعمل مثله. وشو بني أنا؟ ما شاء الله عليك ما بك شي بلا ما بلش عدلك ياهم. يلا عدي لشو؟ أمي حكي معه لهذا يا. أنت لسه عم تدور على شغيل؟ عم دور ولهلأ ما لقيت. أهلين لؤي. اسمعي نارين، أنا اليوم تخانقت مع دينا، جرحنا بعض وفضينا كل شيء، ما بعرف إذا حلينا المشاكل اللي بيناتنا، بس أخذت قراري. رح أحكي مع أخوكي ورح أجي بأقرب وقت مشان أطلبك. إذا استنينا أكتر منكون عم نظلم حالنا. أمي؟